خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السبعي. انقلاب كيهز المغرب بواسطه الجيش او الجيش المغربي يقود انقلابا ضد الملك في المغرب. اخبار جديده اليوم تتناقلها وسائل الاعلام الجزائريه بمناسبه احاله مجموعه من الشخصيات من الجيش المغربي على التقاعد. نعم، مجموعه المغرب الملك ديالنا شاف بصفته قائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية أن مجموعة من الشخصيات خاصة بركة عليها لظروف معينة لا نعرفها وغالبا متعلقة بالتجدد ديال الدماء ديال الجيش المغربي، خبر عادي متعلق بالشأن الداخلي المغربي. اليوم الجزائر تستغل هذا الخبر من أجل زرع البلبلة وكذلك الشك في النفوس ديال المغاربة وتبين للرأي العام الجزائري أن هناك شيء ما يحاك في المغرب ضد الملك. غادي نشوفوا هذه الأخبار ديال اليوم وغادي نتكلموا كذلك اليوم حول حصول المغرب على مقعد مهم ومنصب مهم في الاتحاد الإفريقي كان بالأمس يعني ديال الجزائر. حلقة جد مهمة جدا، تبعوا معنا من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباعي. خبر عادي مغربي 100% متعلق بإحالة مجموعة من الشخصيات ورجالات العسكر المغربي على التقاعد. هذا الخبر ما يعني الغريب والعجيب هو أن الجزائر يعني كثر ما هي مهتمة بالملك وصحة الملك وأين ذهب الملك والانقلابات على الملك، شنا ما عرفناش واش حبا في الملك يعني كتبغوا الملك لهذه الدرجة أو حسدا المغاربة على وجود الملكية في المغرب. كتبت الشروق مثلا يعني مجموعة من الصفحات وكذلك الجرائد الجزائرية تكتب زلزال في الجيش المغربي إنهاء مهام قرابة 50 جنرال وعقيد. خبر يعني اعتبرته الجزائر زلزال، وكيفاش زلزال عباد الله؟ خبر يتعلق بالمغرب والمغاربة، والمغرب عباد الله راه ماشيش بحال الجزائر. انتم اللي عندكم الجنرالات كيبقاو في المناصب ديالهم خالدين فيها حتى كديهم الموت او الاعتقال في السجون، حنا ما عندناش هذه العقليه العسكريه الدكتاتوريه اللي عندكم في بلادكم. احاله مجموعه من الشخصيات داخل الجيش المغربي الى التقاعد حدث عادي جدا. ناس يعني من هذه الاسماء اللي كنشوفوا ناس فيهم كثير متقدمين في السن. المغرب اليوم لغة جديدة، يعني علاقات جديدة، سلاح جديد، تطوير منظومة دفاعية وهجومية. إذا الأمر يتطلب شباب، يتطلب دماء جديدة، يتطلب قيادات جديدة، وهذا أمر عادي في صفوف أي جيش عالمي. ولكن انتم لأنكم لا تفهمون إلا لغة الخلود في المنصب حتى الوفاة والموت، كنشوفوا شنقري حتى تجاوز 90 ولا زال على رأس الجيش، كنشوفوا خالد نزار كذلك لا زال يحكم في الجيش ولو أنه ما عندوش منصب معين، كنشوفوا الخرجات ديالو، كنشوفوا مجموعة من الشخصيات اللي كانت جون شابة داخل الجيش الجزائري تحدثت وعبرت بكل حرية ودخلتها للسجون. إذا المغرب ليس هو الجزائر. هذا الخبر اللي شوفوا معايا هذه التدوينه التي نقلت لنا كذلك الشروق، كتقول لك تصفيه داخل الجيش الملكي المغربي حيث اقيل 16 جنرال و32 عقيد. معلومات ومحللين يقولون بانهم خططوا لمحاوله انقلاب بعد زياره بالخير الى تل ابيب المصدر من المغرب. لا اله الا الله محمد رسول الله. واخا مزيان هاد السيده اللي جابت لنا الشروق جابت لنا مصدر اللي هو لو 360، مشينا ليها جبدنا نشوفوا واش فعلا الامر يتعلق بانقلاب او مخطط انقلابي ضد الملك بعد زياره بالخير الى اسرائيل. لقينا الخبر اللي دارينا 360 لا علاقه له بما كتبت هذه القرغوليه، خبر عادي يغطي يعني هذه الحاله ديال التقاعد على الناس.
ما فيش نهائيا شي خبر على محاولة انقلاب، ما فيش نهائيا شي حاجة ديال التطبيع. الناس خرج لهم العقل، الناس تسلطوا والله العظيم الا سلطاهم المغرب من كتر انكم ما وصلتوش للملك والملكية في المغرب، بديتوا كتكذبوا وكتخرجوا في الخزعبلات. المغرب لم يشهد في تاريخه انقلاب، كانت هناك محاولات انقلابية نعم، اشهرها ديال وزير الداخلية أوفقير واللي كانت بدعم جنرالاتكم في 73. اللي ما كيعرفوش الناس بزاف بان أوفقير هو اللي هندس الاتفاقية ديال ترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب مباشرة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية التي رعاها أوفقير. بعدها بأسابيع قليلة تمت محاولة انقلاب بدعم جزائري نعم، كمكافأة وكوعد، واحد الوعد كانوا عاطينه الجنرال الأوفقير، إلا دوزتي معنا الاتفاقية غادي نعاونوك في الانقلاب على الملك. ولكن تشاء الصدف وتشاء الأقدار أن الملك الحمد لله خرج بها سالم غان، وأوفقير طاح في الشبكة. والعجيب والغريب والذي يؤكد كلامنا هو أنكم اتصلتوا بالعائلة ديال أوفقير تطمئنون على الحالة ديال أوفقير بعد محاولة الانقلاب، وما اتصلتوش بالملك الحسن الثاني لتسألوا عن صحته وتقولوا لي على سلامتك. وهذا هو اللي عراكم وفضحكم، محاولات انقلابية تمنيتموها وقلتموها هنا في المغرب وما وصلتوش لها وما غاديش توصلوا لها، وما عمر محاولة انقلابية تكون في المغرب، لأن المغاربة شعبا أو يعني الشعب والمؤسسات كلهم وراء مصطفى وراء جلالة الملك من أجل حماية الملكية في المغرب. ماشيش الجزائر اللي من 62 أي رئيس دخل وشد الحكم ما كيكملش الحكم ديالو بخير وعلى خير، يا اما محاوله انقلابيه ما يعني، يا اما كيتحيد بانقلاب، يا اما يقتل، يا اما كطيحوا كذلك الاحتجاجات. ولو رئيس في الجزائر كمل الولايه ديالو بخير وعلى خير من 62 الى يومنا هذا، وننتظروا المصير ديال تبون واش غادي يكون بحالهم، وغادي يكون بحالهم ان شاء الله، او ان غادي يخرج على هذه الحويجات. كذلك من الاخطاء الكبيره اللي دايره الشروق بصفاتها، وصفت في هذا المقال بان بالخير هو القائد ديال الجيش المغربي، في حين انكم لم تكلفوا نفسكم عادة يعني عناء البحث. قلبوا شي شويه، بحثوا شي شويه، لان القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه هو الملك محمد السادس نصره الله، في حين ان بالخير مهامه مفتش ديال القوات المسلحه الملكيه وليس قائد ديال هذا يعني هذا الهيكل داخل المغرب. المغرب اليوم الذي يزعجكم مجلس السلم والامن، يا يعني المغرب كي ياخذ الرئاسه ديالو نعم 13 سنه والجزائر كتشد هذا المنصب ديال رئاسه مجلس الامن والسلم داخل الاتحاد الافريقي من 2008 الى 2021. المغرب اليوم كي ياخذ هذا المنصب من الجزائر، جزائر اللي كانت تعر تصول وتجول داخل الاتحاد الافريقي، لان المغرب كان غايب، ولكن فاش رجع المغرب تبدلت وتغيرت الامور. هذا هو الذي يزعجكم اليوم في الملكيه وفي الملك، هذا هو الذي يزعجكم اليوم في المغرب. اذا غير بشويه عليكم والانتصارات جايه، مع اننا الدوله نقولها ونعيدها لسنا بامكانيات الجزائر على المستوى يعني على مستوى المعادن وعلى مستوى الثروات وعلى مستوى الخيرات اللي عطاها سيدي ربي، ولكن ما كتعرفش تستغلها. داك الشويه ديال الثروات اللي عند المغرب كيعرفوا يجيروه الناس اللي حاكمين هذه البلاد. اذا ما غاديش توصلوا للملك غير تهناوا وارتاحوا مع ريوسكم. قبل ما نخليكم واحد النكته جديده، يعني هذا النقاش ديال الثقافه والتراث، هذا واحد البريكول جبتو لي كوزير الثقافه المغربي. دار املو الجزائر، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا في المغرب كامل لم تتطاول اي جهه في المغرب على املو باعتباره يعني واحد الاكله او واحد الدهن مرتبط بسوس، بمنطقه سوس في المغرب. ما شناش شي منطقه في المغرب تطاولت على هذا التقليد السوسي الامازيغي، وكنشوفوا اليوم الجزائر تطاولت عليه واعتبرته بانه دار املو الجزائر. الله ينعل اللي ما يحشم. خدنا نهايه ديال هذه الحلقه، ما تنساوش الدعم ديالنا بابوني اشتراك في الجرس،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السباحي.